في ذات الإطار، وكنا بنتحدث عن فكرة الإجراءات وفكرة حماية المستهلك أيضا، وتم الحديث كثيرا خلال الفترة الماضية عن جهاز حماية المستهلك، الدور الذي يستطيع أن يقوم به، إضافة لما يحتاج من تعزيزات تشريعية لهذا الدور الرقابي في زوايا مختلفة. الجهاز، جهاز حماية المستهلك، قام بعقد أول اجتماع للجنة العليا للرقابة على الأسواق، وذلك بمشاركة رئيس هيئة الرقابة على الصادرات ورئيس مباحث التموين ورئيس قطاع التجارة الداخلية. رئيس الجهاز اللواء عاطف يعقوب قال إن الجهاز يسعى خلال الفترة المقبلة للتواصل مع المواطنين وتلقي الشكاوى الخاصة بالاستغلال والجشع من قبل التجار ورفع الأسعار. كما شدد رئيس جهاز حماية المستهلك على وجود تلاعب في الأسعار وفي وزن السلع من قبل بعض التجار، وأكد على أن الهدف الرئيسي للجهاز هو حماية المواطن من استغلال التجار. نستمع لبعض التصريحات الخاصة برئيس جهاز حماية المستهلك ثم نواصل. احنا عندنا حاجات مهمة جدا. التذبذبات اللي حصلت للدولار في الفترة الأخيرة أدت على الارتفاعات للأسعار، هناك الارتفاعات المبررة وهناك الارتفاعات الغير مبررة، وعشان كده ان احنا النهاردة واحنا بنرحب بمصلحة الضرائب، لان احنا بنقول ان في هناك زي ما عملنا قبل كده، احنا كان جالنا قبل كده شكاوى في مجال السيارات، في مجال السيارات كان بيجي بيقول له بيدفع الوصولات اللي هو ابو 150 وصل ل 200 و210 و220، لما جه في الاخر وقال له اديني فاتوره ضرائبيه، اداله فاتوره ضرائبيه ب 150 وحجب عن الدوله اللي هم المبلغ اللي اخده عن الفرق ما بين الوصولات اللي هو تم سدادها. فاحنا من اهم الاجراءات اللي خدناها ان احنا اتصلنا وبعتنا لمصلحه الضرائب عشان تفتح ملفه وتشوف الراجل ده باع كام عربية واخطر بقد ايه وادى حق الدولة ولا لا. طالما ان في هناك جهة رقابية ان هي تقدر تحاسب واحد على الارتفاعات الغير مبررة، انا اعتقد ان ده برضو ردا على دايما يقول لك اصل العربيات مش مسعرة، اصل في ان احنا ما انا ممكن اطلعها زي ما انا. القانون الجديد باذن الله لما هيصدر هيحل لنا مشاكل كتيرة جدا، لأن من الحاجات اللي احنا حطينا في القانون الجديد أن السعر يحدد سلفا في حالة الحجز، لأن اللي بيحصل عملا أن هو يقول له إيه والسعر عند التسليم، دي بتدي طبعا ثغرة أن كل واحد بيجي في الآخر بيفرض السعر اللي هو اللي عايز يفرضه في ضوء يعني معطيات العرض والطلب، وإذا كان أن هو شايف أن الطلب زايد وأن السعر بيرتفع يقول لك ان انا لا انا اخسر ليه البيعه دي، فبيضطر ان هو المستهلك ان هو بيقبل ما يعرض عليه مع ندره اللي هو المعروض من السلعه اللي هي ارتفعت ثمنها. عشان كده وده هي فلسفه اللي هي اللي احنا اللجنه العليا للرقابه على الاسواق، ان ممكن ان انا يكون بدايه المعلومه من عندي انما نهايتها في الفحص عند جهه رقابيه اخرى، دي تقدر ان هي توصلنا ل يعني اعتقد فحص افضل ونتيجه افضل في ضبط السوق. كنا نتحدث عن مسألة الإنتاج والتصدير كرافد إضافي وموازي لمسألة ضبط الأسواق والوصول لسعر عادل